الهدنة في قاموسها لا محل لها على أرض الواقع إلا كجسر عبور تجتازه لتحقق أهداف أسيادها الإيرانيين. في شهر واحد هو نصف فترة الهدنة، ارتكبت الميليشيا الحوثية الإرهابية ما يزيد عن 2400 خرق للهدنة، تنوعت بين القصف المدفعي وشن الهجمات على مواقع قوات الجيش. قيادة الجيش وعلى لسان رئيس هيئة الأركان قائد القوات المشتركة أكد أن القوات المسلحة جاهزة لخوض المعركة الفاصلة لتحقيق النصر في حال عدم التزام الحوثيين بالهدنة. نحن مستعدين وجاهزين لأي طارئ إن التزم هذا العدو الإرهابي الكهنوت الحوثي بالهدنة، فنحن ملتزمون بالهدنة، وإن لم يلتزم فنحن مستعدين وجاهزين لخوض المعركة إن شاء الله الفاصلة حتى يتحقق النصر. لا تتعطش الميليشيا للسلام كتعطشها للحرب وسفك الدماء، فهي تستخدم الطيران المسير لقصف القوات الحكومية جنوب مأرب وفي تعز والحديدة وحجة، حيث أسقط الجيش اليمني العديد من الطائرات المسيرة ما يهدد بنصف الهدنة برمتها. الهدنة هي عبارة عن وهم في رأس المبعوث الأممي، أما على أرض الواقع فليس لها أي أثر، فالحرب لا تزال مستمرة والميليشيات لا تزال تمارس هجومها المستمر على المدن وعلى مأرب وغيرها. الحصار ما زال مفروض على تعز. منذ انقلابها على الشرعية وإعلانها الحرب على الشعب اليمني لم تلتزم الميليشيا الحوثية بهدنة واحدة، بل عملت على نصف وتخريب كل هدنة من لحظتها الأولى. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.